جماعة الحوثي يعني ليست المرة الأولى التي يتم فيها مثل هذا الاستهداف، فكانت قد أعلنت في وقت سابق إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية ضد أهداف داخل إسرائيل، وكان هناك يعني تهديدات باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. ماذا يعني عن هذه التهديدات؟ نعم نعم بالضبط. يعني الجماعة تعلن بشكل رسمي أنها نفذت هذه الهجمات وأعلنت عنها، وقالت إنها أصابت أهدافها بدقة، وأن الاحتلال الإسرائيلي يتكتم حول هذه الأضرار التي تسببها هذه الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ. وقالت مرارا إنها ستواصل هذه الهجمات، وذلك مساهمة منها في الانتصار لغزة بالنظر إلى ما يحدث من معركة طوفان الأقصى وما يحدث من جرائم الاحتلال الإسرائيلي كما قالت في غزة وفي فلسطين عامة. وبالتالي يبدو الأمر بالنسبة للجماعة طبيعي للغاية، وتعلن عنه بشكل رسمي وتعلن بشكل شبه يومي تقريبا أو بشكل متقطع من خلال المتحدث العسكري يحيى سريع أن هذه العمليات ستتواصل بشكل أو بآخر وأنها ستزداد وتيرتها خلال الفترة القادمة. ولكن يبدو أن موضوع السفينة سيكون ربما الأول من نوعه في حال تم الإعلان عنه بشكل رسمي، و يعني دعينا ننتظر البيان الذي سيتم الإعلان عنه لعله يحمل مزيد من التفاصيل في موضوع السفينة. ولكن بالنسبة لي موضوع استهداف مواقع إسرائيلية بشكل دائم تعلن الجماعة وأعلنت وبثت صورا لأكثر من مرة وأكثر من مناسبة، وبعد كل مؤتمر صحفي يعلن عنه المتحدث العسكري يعلن فيه أن الجماعة استهدفت مواقع إسرائيلية يتم بث صور إما بنفس اليوم أو اليوم التالي لهذه العمليات، عمليات الاستهداف التي تطال مواقع وتحديدا بشكل أكبر في منطقة إيلات الواقعة في الجنوب الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك حتى اللحظة خليل القاهري، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، ستكون لنا عودة إليك في حال أي جديد وأي